انا متواجدة الان في مدينه العرائش. انا ام هاد العروسه، عندي البنت ديالي تخطبت العام اللي فات، وهذا العام قلنا ان شاء الله بحول الله عيطلقوا العراسات، عنفرح في البنت الكبيره ديالي ان شاء الله بحول الله. اتجه هنا قلنا العرس ما كاينش، كنت كنقول ماشي مشكل، الدنيا هانيه، ولكن من طلقوا العراسات فرحنا وقلنا الحمد لله العراسات طلقت ماشي مشكل، الحمد لله هكذاك وجدنا على قد الاستطاعه ديالنا وعلى قد الاستحمالات ديالنا. في شمشي وضحاها صدقنا، عملنا الحلوى ديالنا، عطينا العربون ديالنا، عطينا اي حاجه معربنا. عندي مليون الفرنك ديال العربون، معدل الحلوى ديالي، شاريه اللحم ديالي، شام ضمان ديال الدجاج ديالي، كلشي عاطي عليه العربون، كلشي عاطي عليه العربون. يعني انا كنت اي حاجه كان بنشريها لنفسي كنقول ما نشريش، خصني نفرح مع بنتي، حيت بنت وحده اللي عندي الكبيره ديالي، العين ديالي باش كنشوف هذيك البنت اللي غنشوف بها، يعني نفرح. لبيت الرغبات وطلبت، قلت يا ربي الحبيب حلوا هاد القاعات، يعني نفرح بالبنت ديالي مع الجوز ديالها. في شمشي وضحاها فرحانه، في شمشي وضحاها، وجدت الدجاج ديالي، عربنت الدجاج، عربنت السيد شريت عنده اللحم، عربنت كل شيء. في شمشي وضحاها تصبحت كنشوف القاعات ما كاينينش. ما نكذبش عليك الاخ ديالي، انا ما كنعش، قسما بالله ما كنعس ولا كنشوف النعاس كي داير. كتجيك جوج الليل كنبقى فايقه، كتجي وحده الليل فقاقه، الربعه الصباح كنبقى فايقه، اي ساعه كنبقى فايقه، كنبقى نشوف الفريكوات ديالي، عمري كنقول فين غنسيب هذا الشيء، فين غندير هذا الشيء. انا عرضت الناس، فعلا عرضت الناس من برا، لبوا الرغبات ديالي وداروا بوجهي وجاو عندي، جاو على 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 مسبتي، جاو مساكن. دابا ما بقيتش عاطي وجهي، لمن غنعطي وجهي. الكوافوره ما قدرتش نقول لها حتى شي حاجه، ما قدرت ترد الجواب لا على كوافوره ولا على قاعه ولا على تريتور ولا حتى شي حاجه، ما قدرت نقول ليه حتى شي حاجه، يعني رد العرب حيت جربت من نفسي. وكنطلب من رئيس ديال العرائش، كنطلب من رئيس العرائش، انا كنطلبك يا رئيس العرائش، لبي لنا هذه الرغبات ولو غير 5%، حنا ما بغينا منك والو، 5% باش تريتور ما يضيعش. حنايا اللي دفعنا العربين ما يضيعوش، داك اللحم اللي شرينا الناس خشاو في ريكوات ما غايضيعش. ارجوك حنا كنتمناو ولو عي من هنا لشهر سعود، الا بغيتي تشد شد، الا بغيتي تشد شد. قابلين نبداو من 10 الصباح حتى 12 الليل او غير 11 الليل، بركه علينا، حنا مقتنعين باللي درتوه لينا واللي درتو حنا قابلينو، ولكن ما نضيعوش في الدجاج ديالنا اللي في ريكوات، ما نضيعوش في البسطيله ديالنا اللي في ريكوات، ما نضيعوش في اللحم ديالنا اللي في ريكوات، ما نضيعوش في الحلوى ديالنا اللي جالسه كتكرم. علاش؟ علاش كتيبسنا هاد الشيء؟ راه حنا يا سيدي راه حنا كنخدموا كنجمعوا بسيطه بسيطه باش نفرحوا بالشباب ديالنا. حلينا الحفلات، الله يجازيك بخير والله يكثر خيرك والله يزيد من مثالك، حنا قابلين اللي عملته، ولكن عملوا لنا من 10 الصباح ل 11 الليل 12 الليل حنا قابلين، عملوا لنا 50% بركه علينا، يعني الدجاج ديالنا واللحم ديالنا ما يخسرش وصافي. وكنشكركم، وعاش الملك، وعاش سيدنا، وعاش سيدنا، وعاش الصحراء، وعاش مدينه رشيديه.